الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب انا هي خودي ام جهشتن ايج بو پیشکش کرنا خلاچ کادی اج برنامه ما روزانستو روجي. ام بحثي اعجاز علمي تكين يعني علمي قراني حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم هند تشتي دگوتين بر علمي راكرين او تشتينگي هر نبينجي دليل سرندي كو اف پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا ويا راست بما اخفتنا خدي بد گرتن و او تشتی وی گوتی فایده می دنیا و آخرت یتی دا. می بحث روجی کن که روجی چه می فای دلیت کتن. روجی چه می فای دلیت کت. چند اشی دلیت وی گفت زحفن. چند عالم ازیت و نخواشید بینتن. چند مصرفیت کتن. چند مروف بیت مرن. اب اشی چه تشتی یت دلی. و هکر انسان اش بو دلی چه بی. طبعا دل خوینه بلاوات کتن. و انسان پنده یت جیتن. هکر خلل کتوی زانه کده شلی ایدن چوا آف نمینتن آف کم ببتن دی چوا خلق که بتن یعنی پریشان بتن بو چه دشتی بو نمان آوه وصال شمرو ویجی اگر خوین یعنی دل ویشولید کتن اگر دل نما آن دل ضعیف بی کده شمرو وی ایدن بشتنش سرت روجیه یه تندرستی اوانه اوید گردائن بدلیوه اوید دلی کو یعنی ايش قالك يتهين دليت جرن و ايش يتهنجي جريداينه بخيني و اخين وقت تشتن لشي بيشتين هندك دراسات يتهاتين كرنيس يعني وكولين الديف ديف تشوين كان روجي تش تاثير الشوله دليت كتن مجلك هاي بشن المجله الاوروبيه لعمل الوظائف يعني اف مجله خاصه بهندي دل تشوليت كتن میلک چت کتن فلان تش چت کتن اول لشی مرو بی همی پیوت گریداین او که دکتر گشتنه کیش نتیجی چه باشه او دابکن چه خرابه خوش بدن پاش اوی مجله ات عدد وی 73 دا عدد وی هجمار وی 73 وقت درکتی بشتن وی مجله اوت نشر کت بشت ان الصيام يساعد على تفادي الاصابات بالنوبات القلبيه هنديك الروجيا دي چل مرو بی کتن اف اي شتن دلی نوبات دلی اوانا همیاد دی مرووی جه چلی کتن دی تفادی دی ودت ناهلت بین مرووی لانه بوچی روجی فایده ات کتن ناهلن اف اش دلی اف اشا دیوان اشا جه ودتن بیشتن روجی شد کتن یقللو من لزوجت الکرایات الدمویه روجی ناهلتن خوین تیر ببتن يعني وكي جمسة تير ببتن حليب ببتن يعني خين هندي وكي يعني وكي آوي هندي الرهن بت دي خشط ناف رها رهت لشمرو في دقيقة تشت وأو جيراني دي سر دليجي دي شوا بتن دي جالك يا بو دلي خش بت بس هكر يا هر وكي تب تعداد اشتكي بال دي هكي چر بتن آن هكر مثلا قرسي بتن آن هكي يعني بشك جمسي دي اف ازيته همي دي سر چه بتن السر دليبتن يعني حتى يعني بحثت كان بجن هجمارك قالك ما ظنها كرهت لشي مروفي ساكتي بش 100 مليون كيلومتر كخينة تشت لشي ودلت ثانية دا اوه خيني بلاوات كتن بشتن اوه روجي تشت كتن ناهلتن يعني خين نيساك ببتن يعني بشكي بجمست يعني الشرهناتي ناهل دي هيلت همي وقت الرهن وقت الرهن بدي خوش ايتن وشد ويقلل لذلك من قدرتها على التجمع ناهلة روجي ناهلة شبكن يعني كرايات افيت افيت يتخيني يعني كوم ببن جليك وقت كوم بينو بازدحام وعرضة قرتو وكي رقبيني لهاتو يعني وكي جمسيني وكي هزقيني لهات بشت روجي ناهلة جبرهندي دي روجي ايشيت دلي دي شمرو في فادتن
چنکی خوینی رهنت کتن خوین بصانهی اتلاشی داته تو چت و ناهلتن کوم ببن بکن کبن سریک وکی گلیشکی مثلا گل جده کوم بتن ات جوا آوه دا آنت حنفی دا آنتشتکی ناهلت ایده آو بچت روژی وان هر دوکا ناهلتن الخوینه ببن و خوین ده بشکل که تازه تلاشی دا ایتو چت اوه مجله اوروپی عدد دوی هفته و سیه بحثی روژیه کری دسا عدده که دیتر رقم چلو ایک هر دسا بحثی به مجله نشرت المجله العلمیه للاغذیه مجله که دیتر خاص بزادا و گریدایه خاص یا چیه؟ زاد کی زاد باشه؟ چه فایده ویه؟ مروف کشی که بخواد سپیده، نیرو، ایواری، پشوی، آن وقت شولی یعنی مجله هم بس بحثی زادید کدن مجله اویده الهجمارا چنده؟ نیسان عدده چلو ایکی بشتن تقریر اوی مجله داد وی عددی دا هات سر روژیه چه گوتی؟ گوتی این الصيام عند المسلمین يؤدي الى قلة الكولسترول والدهون الثلاثية روژیل دف بسرمانا ولد كتن كو كولسترول كيمت بتن والدهنات الدهون الثلاثيه طبعا افا يعني دكتور فيتشتي زون كاني شنت اني افا كولسترول تش ضررت كتن والدهون الثلاثيه كاشندن او شن ضررت كتن ويؤدي الى زياده الدهون الحميده في الدم روجي ناهلتن مجا اف مجله يا بحث جكري روجي چتکتن کلسترول کیمت کتن اوا ایک ودهون الثلاثيه جي کیمت کتن اوا دو ودشلي کتن تشتكي دي زيادت كت اوا هر دوكا کیمت كت هر دوكا جي مروف هاوجايا کيم ببن وتشتكي دي المدافع مروف زيادت وزياده الدهون الحميده في الدم او دهن دهنت فايده الحميده في غاوي دي بيجن اف ايشا بيجن سرطان الامراض الخبيثه يعني اوا ايشكا يا خبيثه يا خرابه بس اوا کچاو دهنی خراب یه هی باجی هی اوه روژی چد کتن دهنی باش که مروف هوجه و فایده دیهینت مروفی روژی چلت کتن روژی الدف مروفی پیداد کتن اتناف خوینه ده طبعا هکه خوین یا باش بتن معناوی یعنی ده لشه مروفی همی باش بتن ام ده این حتی بحث روژیت کتن یعنی صحبتا که سر روژی هی یعنی بربلاوه ناف خلکی بت الصومو صدیق القلب روجي هفالك جلك دلسوزة بوكي بو دلي روجي هفالك دلسوزة بو دلي ام دين افا مبحث دلي كيركاني روجي چند فايدة لدلي تكتن ام دين روجي چه فايدة الخينة تكتن بشن دساش سرت روجي نهينية روجي هندك جي قريداي نبچتشتي بخينة و او ايشت خينة بخينة و او ايشت خينة دسا دراستك يا هاتي كرني سر روجيه وكولينك هاتي كرني بشت إن الصوم يضاعف من كمية الكريات الدم الحمراء عندك الروجيه زيدتك چه زيدتك طبكة صورة خينة دا طبعا هما خين يعني أو زيدت بن أبا خين أبا طبكة صورة خينة دا زيدت بن وهذا ينفع في حالات فقر الدم وأفا دي جالك فايدة مرو فيكت وقت إيكي فقر الدم هبتن يعني خيناوية يا زعيف بتي يا كيم بتن أفا دي جالك فايدة كي روجية بقرا أف خيناتا دي زيدا بتن كرايات الدم الحمراء أفا دي أف طبكة خينة يتصور روجي زيدات كتن وأفا دي فايدة لو مرو فيكتن أفا فقر الدم هاي إذا ني فقر الدم هاي شب كتن روجية بقرتن دي خيناوي زيدا بتن دو اوا ایکش فایده روجی یاد ترید بشتن هر دسا وی دراسه دیار کرو اشکرا کر بشتن دیگه روجیه یحمی من السکر مرویت پارزتن خدا نه خد پارزتن ایش شکری شکری بوچی بشت لانه یمنع البنکریاس فتره الراحه اوا روجی والبنکریاس کتن چبکتن بهنکی بهنا خوفکت يعني وسطة فلشي في الشولي با بوشي بنكرياس بچنكي بنكرياس مسؤولة شرشتنا أنسوليني أو أنسولينا شكرت كتن مادة النشوي ودهني بشر لأن البنكرياس هو المسؤول عن إفراز الأنسولين بنكرياس جدشتا أو مسؤولة جدشتا أنسولينة ريجتن الذي يحول السكر أف بنكرياسا أنسولينة ريجتن شكرت جهورتن تحويل كتن الى مواد نشويه ودهنيه تخزن في انسجه الجسم بشتن شكري دغورتن كت مواد نشويه وفرت كتن بو
يعني مخزن الجسمية تشتشتي وذلك يعني شو ليفي أفايا بنكرياس تشتكتن بنكرياس أنسولينة ريجتن وشاكلة جهورتن وتكت مواد نشوية ودهنية وخزنة كتن لشيدة بيجي فيجا تصور بك تصور بك يعني شون أو خورنا أم تخين أو خورنا أم تخين وتجيانا خدا أفا همي شو البنكرياسية لازم في خورنا شلب كتن أنسولين بريجة نافدة ودا بردوامي بدتني وبكت مادة نشوي واللشيدة بلافا كتن وكم كتن مش لإفراز مادة الأنسولين وشو لوي هر أنسوليني هر بريجتن باشا هكير أنسوليني هر رشتو هر رشتو هر رشتني أوجي فقيرة شلتت فلشتن بشت النتيجة إصابته بالإعياء والكسل ربما يعجز عن القيام بوظيفته العضوية وكيمرو في زاد خور وهر فيد في زادي بوني تشيكت حلينت معملة كافت يعني تشيكت انشاوا في قافي نفط ما ياهي معملة تصفية ياهي في جافي نفطي عندك يا اتكت بانزينا سيارة وبانزينا دي تريو يا طيارة ويا يلا شولا جديد في الصافيت كتن افي زادي امي فريدكين او معملة تصفية وشيكرني وباقش كرني ولاش فايدة جيب كتو تشتي زر جيبين الدري افا همي تشيا افا همي شول بيدفتن افا همي شولي بنكرياسية وكيمرو في جلا زاد خور فقيرة دي وسطة وسطانك جلك يا مازن وجلا جرا دي ايت ولي ايت ايدي نشت شولي خوا بكتن وكيمرو في روجي جرت وكيمرو في روجي جرت دي افا بهنا خوفاكت وقت بهنا خوفاكر افا دي جلك مفاكي مازن جهينت مروفي دي ساشفايدة روجي افايا بشتن يضبط السوائل في الجسم يعني ضبط شيا توازن دي اختنا بين يعني دي اختن جسمي تشتشتي دا التشتي يعني وكي اوفي اوفا اوفا لشي افانا همية دي تشتشتي ضوابط ضبط كت شيا نكيم كت ضرر بكت نزيدا كت ضرر بكت روجي في تشتت كت مش برهندي يعني اوفا تلشي دا مثلا اوفا خينا وان تشتت يترهنة تلشي دا روجي تشتت كتن روجي توازنه كت اختي مش برهندي برا خب دي دكتور دي شكن وقت بخدا مثلا فحصة كيف كان دي بيجتا الزادي نخوا دي بيجتا بيجتا مش لذا نرى الأطباء يوصون بإجراء فحوصات للدم للإنسان وهو صائم عن بيجتا يعني وقت فحصة كده بيجتا تزاد نخوا ربتن بوشي لأن النتائج تكون حينئذ أدق أو تشتي يعني وقت مروا بيزاد نخوا بجد شيء بروجي بتن أنجد دي بجده تو ديفي بفحص جري أبا شنابت وزادي بخي زادي نخوا بري زادي الأخرين بفحص بيراي بوشي چنكي روجي شلت كتن سوائل تشتي يرهنة لشي مروفيدا يعني ضبطت كتن ميزانك بودينة نتشتي كيم ونيزيدا اتنامين تنافدا ضبطت كتن هر وصاد بجدن دراساكا دي تريه هاتي كرني صالة 2000 صالة 2000 مجلة الأغذية الطبية السريرية لساعة فيج مجلكة هي مشهورة يا زادية يعني زادت يتفايدة ويتأويدك كيشكن أف مجلة اهتمام الديدوان شد بجدن أف مجلة بجدن عدا صالة 2000 دركتي بجد إن الصيام مفيد لمرض النقرس داء الملوك روجي مفايداك يلكي مظن اتجهينت شي اتجهينت مروفي مروف ديئت باراستني اش ايشا نقرس نقرس بجني داء الملوك داء الملوك يعني افي ايشي خاصة ملكة جرتن چنك خارن وفخارنت وانا قلق قوشت وتشتي خشت خار و افي يعني اف ايشا خاصة ملكة با نافي ويكري داء الملوك حيث يخفض الصوم نسبة حامض اليوريك في الدم بشنك روجي ناهلت چتشتي بيشتن روجي نسبة حامض اليوريك إذا كيم كتن يخفض حامض اليوريك في الدم وأف حامض وقت كيم بي هذا الحمض هو المسبب لداء النقرس أفاياكو إشاء داء الملوك داف مرو في بيدات كت وروجي دي أفي كيم كت معناه دي إباراستني شتشتي إش داء الملوك إكي دي هاي أخفتنك مشهورة بجتان سر روجيه عالمك مجني نيكولايف بيلوي نيكولايف بيلوي تشبشت على كل إنسان سرها ميمروفا أن يمارس الصوم أفهم مي روجيه بقرن
بالامتناع عن الطعام خورنو وخورنا نخن لمدة 3 إلى 4 أسابيع سي خطبة حتى شهر هر منو بكهابت هوجي فيا كل سنة سبحان الله روجي سر منو في بالغ إسلامتي فرسكري عاقل وبالغ هر صال فيت روجي بقرتن همي أفاشت بجتن أف جاميرات بجتن بجتن على كل إنسان أن يمارس الصوم بالامتناع عن الطعام سر هركس كي فرزة كو روجيا بقرتن خارنو وخارن نخط چنده سي خطبة حتى چارا سي خطبة بستو ايك روجن چار ديبتن أفا يعني چند نزكي يعني هيفكي كل سنة همي صالة بوشي كي يتمتع بالصحة الكاملة طيلة حياته دا أفمرو فا خشيك باش ببتن تجيانا خدا همية هكر هو صابت هر صال سي خطبة حتى چارا روجية بقرت تزاني أفمرو فا دي خشيك باش دي صحتك تندرستيك باش ديبت ودي خشيك باش بسر لشيوي دا إدخاري أفكية أفجنا مرو فاكي بصرمانة بيب تجربة روجية هندي هند فايدة روجية داين بولا شي مرو في أفا في مواصياتي وفي نصيحتي الخلقيتين طبعا نمرو فاكي عادي جيكا لكا مرو فيت عادي بان آخفتنا وناب چناشتن بس أفا مرو فاكي مشهورة وقت تبيجن فلانكس نيكولايف بيلوير أفا خلاص يعني ها فلانكس يو أقوتا يعني مشهورة ناف خلقي أفا آخفتنا وي يا هود بيجن در حقا شديتا در حقا روجية دا آخفتنا كاديتري يا هاي بشتن الصوم لأمراض المعدة مثل العصا السحرية يسمى كفادون دكتور ماك فادون بشتن روجي بو إيشت معدي وكي داري سحرية يعني داري سحرية هما بافجة تشب فيد بوتا تشيتن عينا بشتن روجي جي دي بوتا إيشت معدي تتشاوى بفيد بوتا دي بوتا ليكتن ديش دفتر راكتن إذن فيش هندي يعني كروجي أبا فايدة بينا فما بحسي الروجي كيركو فايدة بو دلي چند بو خيني چند بو يعني معيدي چند الفيري أمدي لسا بحسي معيدي جيكين كاني الروجي بو معيدي چيا جهاز حلاندنا زادي بشتن انديك معيدي كتلش مروفيدا قلك يعني شولت كتن بس روجي چت كتن روجي استراحة كدت معيدي بهنا خوفكت شكو هكا هر شول كرو شول كرو شول كر دي واسطة بشتين جاف واسطانا احتمال زيادة اللي بيت دي نساق بيت وكي نساق بيت دي نشت شول خب كت وكي نشت شول خب كتن برا خب دي كاني چلي تيتن يعني بيجا ورا زادي ام سيلاني ام تشتكي بدا ايكي بشت والله معيدي بي شول ناكت عن اشت اللي بيدا بين وازيات ونخوشية چند دي بينتن بشت جهاز الهضم يعني معيدة تلش مرو بيدا في شولت كتن فترة كالك يدريش وهند جاراجي هكر تروجي قرت أبدا بهنا ويفكر هكامرو في الروجي قرد أبدا بيشتن الصيام ليمنحه فترة من الراحة بهنا وخفات كتن دا أوجي بشت بشتهنجي النشاطة كادي بوتشبتن استراحة خوابكت بهنا وخفاكت دا جارك دي رابط شولي خوابكت وكي ما شوى أم بشاوي دي إن نفين ودي بهنا وخوابكين ودا جامشين الرجا دي تري بس كبار دوامي أم بديني وبديني بدين روجي يعني بدين شولي أم نشن شولي خوابكين عينا أفمع يدج خذي وصاية شكري أفاروجي استراحاوية مش عندما تخلو المعدة والأمعاء من الطعام والشراب في فترة الصيام وكي معدة فالد بتن اشخارنو فخارني والريفيكة اللي شمرو في فالد بن اشخارنو فخارني كنجي توختي روجي دا يندفع الجسم إلى استهلاك بقايا الطعام المخزنة في الجسم باش اخارن نما اتمعدة دا نما الريفيكة دا نما وافلاشها وجاي خارنية دي خوارنش كيف اينتن روجيا زادي ناخوتن بشت اف لشا دي چتن او تشتي مخزن توي اويت لشي دا زاتي مايتي دا يعني عمبارت لشي دا هين دي مع جسم دي چكتن دي وان عمبارا وكتن و دي وي زادي اوي خزن كري دي اينتن و دي كت زات بو لشي على شكل فيتامينات وحوامض امينية دي في اف زادي يعني خزن كريت لشيدا دي اينتن وديكت فيتامين وديكت حوامض امينيه كو ام جلك هوجي فيتشندينا فقد اتفقت كلمه العلماء والباحثين على طول مده التخزين
بيشتن چونكو علامات بيجن بيجن هكر دريج بي افزادا ما الناف لشي افا دي فسدت ودي ضررك جلك يا مزنكتن ولش شو فايدة جيناكت بينما دي ضرر جيبينتن افيشن دي امهاتن دوما هيكا في خلقي وحتى ايكا دي خد الجل مهمياتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.